الحياة كان مختلف على الأدوار اللي كنت لعبتها قبل. كان واحد البيرسوناج اللي ما كاش باش ليا، دونك أنا كيعجبوني الأدوار اللي كيخرجوني من مريم. دونك فاش تعرض لي داك البيرسوناج عجبني الحال بزاف، وقلت هذه فرصة أنني نعطي شي حاجة مريم، تعطي شي حاجة فشي غول اللي تبان فيه، والحمد لله كان دور اللي زوين وعجبني. وسورتو خرج يمكن مريم من واحد الحاجة، أنه كان يمكن سميتك واحد شوية مرتبطة بمداولة واحد الوقت، ألوغ يمكن هذا خرجك منها وخلاك أنك تبيني على مريم الفنانة اللي كتقدر دير بزاف الحاجات في الآخرين. تماما، برنامج مداولة اللي كنوجه لهم تحية، باسكو داك البرنامج كنعتبرو مدرسة، لعبت فيه بزاف ديال الأدوار ولي بيرسوناج كاملين، دونك بحال شي مدرسة تعلمت منها بزاف ديال الحوايج. ولكن واخا كنت درت أعمال أخرى من غير مداولة، ما كنتش كنت دائما كنتعرف مداولة. جا بنات الأساس هو اللي كيف قلتي خرج مريم من المداولة وبينها في عمل آخر اللي قالوا فوالا تقدر تعطي شي حاجة. اوكي، إذا مريم فانتي كتنتمي للجيل ديال الفنانات الممثلات اللي صاعدات إن شاء الله، واللي غادي يكون عندهم يعني واحد الشهرة اللي غادي تكون كبيرة إن شاء الله هنا القدام، فكل شيء كيتنبأ لك بهذا الشيء. ولكن بغيت نسولك ربما على فلاكارير ديالك، شنو هو الدور اللي طمحي انك تاديه؟ شي دور شفتي في التلفزه قلتي هذا كان ديالي، خاصو يكون ديالي، او لا شخصيه تاريخيه، او لا شي بروفيل سوسيال اللي تبغي تاديه، شنو هو؟ الو بالنسبه للادوار اللي كنبغي ناديها، هو ما كاينش دور واحد فقط، بزاف ديال الادوار كنطمح يوما ما ناديهم. كيعجبوني الادوار الصعبه، ادوار اللي خرجوني من مريم، اللي كرفسوا مريم واحد شويه، يعذبوني، نحس براسي فريمون درت مجهود.